اللقاء هذا حول عبد القادر فرح ما هي إلا يعني بداية تقولوا لمسار كبير احنا مرافقين وراح يرافقنا عن طريق كل الكتب اللي هداهنا اللي هداهمنا والارشيف اللي هدا. مفخرة للجزائر ومفخرة للحركة المسرحية في الجزائر لأنه اعطى الكثير كثير والكثير وكان سفير حقا للسينوغرافيا الجزائرية في جميع محافل جميع بلدان العالم. الجزائر ما عطاتوش قيمته ما عطاتوش في السنوات اللي كانت في سنوات العطاء. ربما التلاميذ او طلبة المعهد اللي كانوا في فترة كانت عندهم شرف انهم التقى معهم ولكن ما كانت عنده مبادرات او مشاريع مسرحية في الجزائر. جد فخور بالنسبة لليوم هو الى مقدمة سيتي انتروديكسيون للاشياء واحدة اخرى. نتمنى ان شاء الله في المستقبل عبد القادر فرح هذا السينوغرافي تكون تتخصص ليه جائزة لأحسن عمل مسرحي في كل عام. للأسف أنه هذا الرجل هذه القامة ابن الجزائر خلال مسيرته قدم يديه يعني للجزائر أكثر من مرة ولكن مع الأسف لم يتم الاستفادة من تجربته من خبرته واسمه العالمي لأنه هو اشتغل مع كبار المسرحيين في العالم. عبد الفرح I think it's an amazing story and I think it's wonderful that that he chose to live in the UK for 30 years and he worked with the Royal Shakespeare Company, one of our best iconic organisations, and I think it's very sad that he wasn't as famous in Algeria during his life, but we hope very much to work with the National Theatre to help get him better known in Algeria now. But obviously a very great man and we look forward to working with the National Theatre over the next few months.